رجعنا لكم الفاصل ودلوقتي فقره المطبخ. المطبخ مش هيبقى تقليدي، مش هتبقى ست بيت عاديه بقى هي اللي بتطبخ لنا، هيطبخ لنا النهارده وهتعمل لنا النهارده ملكه جمال جنوب السودان فاني كريستينا. ازيكي فاني؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد التاج لله. بقى يعني هتطبخ لنا بالتاج؟ اكيد طبعا. ده شرف لينا والله العظيم. لا ميرسي. قولي لنا هتعملي ايه النهارده؟ النهارده هعمل اكله كده سوداني، ايوه ملوخيه ايوه بزبده فول سوداني، اوكي، فاحنا بنسميها خضرة بدقوة. بدقوة ايوه اللي هي زبدة الفول السوداني اسمها دقوة. دقوة 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 يبقى ملوخية بدقوة صح؟ ايوه ايوه وبعدين في السودان يعني شمال السودان بينادوها الدقوة، بس احنا في جنوب السودان بينادوها كيموت. كيموت ايوه كيموت صح كيموت. انا ايوه عايز اقول لكم ان فوني هتبقى معايا بعد المطبخ، وهقعد انا وهي بقى هنتكلم اكتر على ملكه جمال جنوب السودان، ايه البروجكت اللي هي عملته، وايه المشروع اللي هي عملته، وايه طموحاتها ان شاء الله باذن الله. بس دلوقتي انا طمعت منها ان هي تعمل لي حاجه في المطبخ السوداني. ماشي كيموت كيموت. كيموت يلا بينا. اوكي قولي انت للناس، انا هوطي بس النار شويه. ها ماشي. طيب اغسل ايدي في الاول. خلاص بقى تعالي، ما انت غسلاها، ما خلاص يلا قولي. طيب في الاول هنحط دي. انت هتحطي حلة على النار؟ ايوه. دي اللي هي ايه؟ لا دي اسمها كومبو. كومبو. الكومبو ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن انت طويلة قوي يا فوني، حرام عليك. اكيد طبعا انا ميس. ميس جنوب السودان. ايوه. ها ده عبارة عن صوديوم كربونات. اوكي. ايوه. فهنحط مية في الاول. ايوه عايزين ميه كده شويه. ايوه دافيه. اكله سوداني يا جماعه 100%. اوكي عايزين ميه. كومبو دي قلتي لي عباره عن ايه؟ صوديوم كربونات يعني. اوكي صوديوم كربونات. وبعدين هنحط شويه كومبو. اوكي دي عشان الملوخيه بقى تفضل اخضر، تفضل خضره ما تفتحش او تغمق. لا لا اوكي ونقلبها. طيب انا هسيبك واسمها زبده الفول السوداني. تخيلوا بيستخدموا زبده الفول السوداني على الملوخيه، تبقى فين الملوخيه بتاعتنا كده بتاعت ودن القطه كده وانت بتاكلها ومتمزج؟ فول سوداني، زبده فول سوداني يا شيخه. انا برجع اقول لكم اي حد بيتفرج علينا من الجاليات العربيه او الاجنبيه يحب يعمل لنا اكله عربيه او اجنبيه، اي افتكاسه يحب يعملها يتبعت لي على طول على شارع النهار، وانتوا طبعا هتفضلوا تبقوا معانا. ها يا ستي. وبعد كده ها هنحط الملوخيه. أوكي. بعد ما تغلي زي ما هي بتغلي كده اعتبريها غليت. يلا بعدين هنحط الملوخيه. ايوه يبقى انت حطيتي الكومبو اللي هو عباره على كربونات صوديوم، وبعد كده حطيتيها على ميه، استنيتي لحد ما تغلي وقمتي حاطه الملوخيه بتاعتك. ايوه وقلبتيها. اعلي لك النار شويه. نعم يا ريت. حاضر. وبعد كده بتبقي عاملة ايه؟ وبعد كده هنخلي الملوخية تغلي شوية. اوكي. في ناس طبعا بيحبوا يعملوا ملوخية مع زبدة فول السوداني وبحط عليها لحمة. استني بس، يعني زبدة الفول السوداني بتتحط جوه الملوخية؟ ايوه جواها. ايوه. وبتقولي مش عايزة تغيري اللون؟ مش عايزة تغيري اللون. طب انت ايه اكتر اكلة مصرية بتحبيها؟ انا بصراحة محشي. المحشي. ليكي في الحمام ولا لا؟ لا لا. طب ايه الاكله السودانيه اللي هي السيجنتشر بتاعتكم، اللي هي زي مثلا هنا عندنا الطعميه، انتوا ايه عندكم اللي هي زي مثلا ليبيا المبقبق؟ احنا في جنوب السودان عندنا خليني اشوف كده مش فاكر بصراحه. احنا 64 قبائل، فكل مكان لها اكل يعني. طب انت القبيله جدا. بتاعتك احنا عندنا بروكوسوك. بروكوسوك؟ ايوه بروكوسوك. ايه بروكوسوك ده؟ ايه بروكوسوك؟ هي عباره عن زي لوبيا. ايوه ايوه اللي هي لوبيا نفسها بنطبخها برضو بزبده فول السوداني. اوكي فاحنا عباره عن بس كده. طب يلا بينا. هي اسهل حاجه في الدنيا. اسهل حاجه. ما هي ملكه الجمال. أيوة. بقى يعني ملكه الجمال جنوب السودان هتعمل لنا ايه؟ هتشمر بقى وهتحشي الحمام؟ لا طبعا، هتجيب لك الملوخيه وتحطها على الكومبو وتقلب وخلاص خلصنا. ملكه الجمال. اسهل حاجه يا جماعه في ايه؟ يا سلام. وده طبعا مختلف جدا عن الملوخيه المصريه. يعني انا اتحدى ان كل ست بتتفرج علينا دلوقتي خلاص. اوكي وبعدين كده
انت مستنيها هتبريها غاليه يعني هي جت على ايديها فوري كده الملوخيه غليت خلاص ايوه بعد اهي غليت فعلا هتحطي المرقه هنحط المرقه كده اوكي انا مخضوض والله العظيم اما الفول السوداني هيتحط مش عارف مخضوض يعني انا مش عارف ليه عادي جدا بجد اصلا بحس الفول السوداني اللي هي البينات باتر دي بتتحط في عيش كده لوحدها وتتاكل او ايه في ايه انا غلط طب خلاص ايوه ممكن عادي بس مش على الملوخيه لا بس الملوخيه بص دي احنا مزاج ها وبعدين على فكره بتاكل في حاجه اسمها عصيده عصيده فبنحط ايه اللي هي فلار اللي هي فو بيكنج يعني اوكي فلار ايوه وبعدين الدقيق حطي بقى الفول السوداني والله لا انت حاطاه بايديكي بتاكلوها بعيش لا من غير عيش العصيده لا انا بقول لك من غير عيش في حاجه ممكن بالعيش بقى بالعصيده اللي هو يعني ما تقرفوناش دي طريقتنا بعدين بص لا 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 هنحط ده انت يعني بتقوليها باستمتاع زي ما يكون الست المصريه بتحط الطشه لا براحتك حلوه جدا ده انا لازم ادوقها بس كده هي فعلا بس كده بس كده دي حلوه جدا لا يعني هي سهله جدا جدا بس لسه هندوق عارفه يا فوني عارفه لو طلعت مش حلوه هعمل فيكي ايه لا مش هعمل حاجه ما تقلقي تعالي بقى خلاص كده لسه انت لسه عايزه هي المفروض طيب يبقى هي كده عباره الملوخيه السوداني عباره عن الكومبو اللي هو عباره عن البيكربونات الصوديوم بيتحط مع شويه ميه لحد ما تغلي ونقوم حاطين عليه الملوخيه وبعد كده بنستنى لحد ما تغلي ونقوم حاطين عليه زبده فول السوداني ونقلب كويس جدا وبتتاكل لوحدها. تقلبي كويس قوي الملوخيه معلش قولي لي اسمها ايه تاني؟ خضره بكيموت خضره بيكومات خضره اللي هي الملوخيه أيوة. بيكومات اللي هو زبده فول السوداني يبقى خضره بيكومات كيموت خلاص خلينا بقى يلا يا فندم تعالي خلاص ثانية واحدة حاضر ملكة جمال بقى يا جماعة براحتها بعدين شوية ملح احنا كان استني اهو لا ما انت شغلة ملكة الجمال ده مش معايا انا اهو ونقلب هتقلب لسه لحد مع الزبدة دي كله تدوب تسيح طب استني بس علشان احنا ما عندناش وقت انا هعمل كده بس بس عايز اقول لكم ان هي ريحتها حلوة فعلا ريحتها حلوة فعلا ريحتها زبدة فول سوداني وحطها انت في الطبق بتاعك هدوق بس انا مش هدوق دلوقتي انا هدوق بعد الفاصل فوني كريستينا بالرغم ان انت عملت لنا تعالي جنبي بالرغم ان هي عملت لنا ملوخيه خضره كيموت خضره كيموت هي هتبقى معايا فوني كريستينا بعد الفاصل هنتكلم فيها كملكه جمال جنوب السودان عن البروجكت بتاعها عن حاجات كتيره شرفتيني ونورتيني بس هشوفك تاني لا ميرسي جدا شرف لي انا ولو في اي حد عايز يجي مطبخ شارع النهار طبعا يبعت لنا شويه وهنرجع لكم